استاذ مرتضى زيات، كل عام وانت بخير. طيب اول حديث لشبكه القيمه الاخباريه، وطبعا بهذه المناسبه الفلاحين كلمه بالمناسبه، يعني هذه المناسبه وبعد كده نخش على سيناء. هو يعني مناسبه جميله ان نفطر النهارده في يوم ليله من ليالي رمضان مع الفلاحين بعد 25 يناير. اعتقد تحرر نقابات العمل بشكل عام، تحررت من ربقة وسيطرة الحزب البائد والمؤسسات الأمنية. النهاردة بشيء زي ما المنظر جميل، فلاحين جنب الوزراء، جنب نائب رئيس الوزراء، جنب ممثل مندوب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يعني روح جديدة. ونتمنى أنه يكون العمل النقابي الآن في مرحلة جديدة ديمقراطية حقيقية. تمام. أما بقى الأحداث الساخنة على حدود المصرية، مصر سيناء بتعاني. سيناء أنا من وجهة نظري وكثيرين بيشوفوا شافوا أن سيناء افتقدت الرعاية. الدولة المصرية قصرت في حق سيناء ده من الآخر، وفي غياب القانون وفي غياب الدولة المصرية في مثلثات كثيرة بتتحرك. يعني التحرك في سيناء مش بس زي ما بيقولوا المتطرفين او جماعات متطرفة او سلفيين تكفيريين، لا، الجنائيين بيشتغلوا عايزين ملفاتهم اللي عليهم احكام قضائية، الجنائيين بيتحركوا، اللي هم بيتحركوا اللي طبيعتهم بيتحركوا خارج نطاق القانون في غياب للدولة المصرية. من الطبيعي ان تكون حالة الفوضى دي. يعني هل حضرتك ترى ان الحكومة المصرية يجب عليها ان تأخذ بالمبادرة وتعفو مثلا عن كل من حكم عليه غيابيا من ناحية الجنائيين او السياسيين؟ هو خلينا نقول في قصور شديد جدا في مسألة التعاطي مع ملف المحكوم عليهم. يبدو ان ما زال في النظام المصري المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع كامل احترامنا له وتقديرنا، لكن فيما يتعلق بالمحكوم عليهم السياسيين بشكل أساسي خصوم حسني مبارك، خاصة في كم عدد محكوم عليهم إعداميين من سيناء؟ 11 في 11 واحد محكوم عليهم وفي من سيناء. يعني المفروض احنا شفنا في تونس في خلال 15 يوم كانوا في تونس، كل اللي كانوا في المنافي رجعوا، الاستاذ الشيخ راشد غنوشي كان في تونس، كل قيادات النهضه المحكوم عليهم باعدامين وثلاثه. مش عارف ليه المجلس الاعلى للقوات المسلحه في هذه القضيه صامت ويتعامل بالجرعه بشكل بطيء جدا. لماذا لم يصدر عفو عام عن كل السجناء السياسيين المحكوم عليهم؟ دي علامه استفهام. كمان الثوار ليه ساكتين؟ ليه مش بيضغطوا؟ ليه الكلام مش بيتناول غير اللي بيقبض عليهم بعد الثوره؟ لماذا لا نتحدث عن الثوار قبل الثوره؟ كمان المجنائيين المحكوم عليهم في القانون بينظم الافراج عنهم بنص المده وثلاث ارباع المده، وانا افهم كرجل قانون ان الحكم في حد ذاته رادع بيحقق الردع. اما وقد تحقق الردع بالحكم وبقضاء اكثر من نص المده، على السجون ان تتخفف وعليهم ان ينفذوا القانون ويفرجوا عن المحكوم عليهم بمضي نص المده وثلاث ارباع المده. شبكه القيمه تشكر حضرتك على هذا الحديث. شكرا جزيلا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا.